شنطة واحد. شنطة واحد. شنطة واحد. شنطة واحد. منك لله يابا، طلعتني من الكتاب، كان زماني بعرف افك الخط. شنطة واحد. قول لي والنبي يا حضرتك العلوان دي هوصل له ازاي؟ شنطة واحد. قول يا حضرتك ممكن تستقرا لي العلوان دي؟ الله، ايه البلد اللي محدش فيها بيرد على حد دي؟ المنصورة اتنين. صوفيا صوفيا القشطة. طمر عندي الشفا. صوفيا صوفيا طمر عندي الشفا اشرب. اديني واحد من ده وواحد ابوه. صوفيا ايه؟ صوفيا. صوفيا مين؟ بقول لك تشرب صوفيا. اشرب من ده وخلاص، ما هو يطلع زي ما يطلع. عناية. سونيا جميلة، جميلة قوي. حد شوية بقى فوق البيع. فوق البيع ايه يا اخينا؟ هو احنا فاتحين سبين؟ طب يا اخويا ما تزقش، قول لي واحد والدك العلوان ده اروح له ازاي؟ امشي كده ولا امشي كده؟ تمشي له كده ولا كده يا اخينا؟ ده انت مشوارك بعيد قوي، ده في المعصره. واروح ال 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 المسحره دي اروحها ازاي؟ يا اخي اطلع من نفوخ، انا مش فاضيلك. اول مره تنزل مصر. ايه؟ اول مره تنزل مصر. ايوه انا اول مره انزل مصر. لا انا ما قلتلكش. ما قلتليش ايه؟ مش انا امي ماتت؟ الباقيه في حياتك. حياتك الباقيه، صحيحكم مشكور، ما انجلكش في حاجه وحشه، وتعبت نفسك وجيت لهم مار. نعم. انقهرت عليها، هي اللي كانت فضلاني من الدنيا، لا ليا لا اخ ولا اخت ولا اب ولا كفه شيء، كانت حطاني في نن عينها من جوه. وانت اصلك من ايه؟ انا من خربتها. ايه؟ من خربتها. في بلد اسمها خربتها؟ ايوه، في بلد اسمها خربتها، امال انا هضحك عليك؟ ما تاخذنيش اصلا انا معرفهاش. ولا الحكومه حتى تعرف، ولا احنا عايزين نعرف حد، ولا عايزين حد يعرف. خد استقرا لي بقى. قريبك اللي في الورقه دي؟ قريبي؟ قريبي ده ايه؟ ده خالي لزق. قلت بقى ابدا امي ماتت اجيله عشان يشغلني. هو بيشتغل ايه؟ ده بيطلع في العلالي قوي. مهم بقى. الا مهم، من غيره العماره ما تتبنيش، هو اللي بيطلع بيه. انما انت قاعد هنا ليه؟ مستني حاجه؟ مستني العربيه اللي هتاخدني. طب انا اوصل لخالي دي ازاي؟ شوف انت تركب الاول لحد باب اللوق. باب ايه؟ باب اللوق. باب ايه؟ حته اسمها باب اللوق. ايوه. الاتوبيسات اللي هناك دي. اللي هناك دي هي. اسال اي واحد فين الاتوبيس اللي بيروح باب اللوق. تنزل تركب قطر حلوان وتقول له نزلني المحصار. نزلني فين؟ المسعار. تنزل المسعرة. ايوه. المسعرة. ايوه. تسأل اي واحد يقابلك وتديله الورقة دي، هيدلك على طول على الشارع اللي ساكن فيه خالي. تشكر قوي يا حضري. العفو. تشكر قوي يا سي حضرتك. اسمك ايه؟ ما يهمش. تشكر قوي يا سي. ما يهمش. ما يهمش. ما يهمش ازاي؟ اسمك ما يهمش؟ لا محسوبك الدسوقي ابو عجلة. ابو عجلة؟ وانا اقول شفتك فين؟ شفتك فين؟ باين اني سالتك ابو عجلي. تشكر قوي يا اخينا. مع السلامه يا بلديه. يا اخينا واخد في وشك يعني وماشي، مش تدفع ثمن الصوبيا؟ لا مؤاخذه يا حضرت، الكلام اصله خدنا مع الاستاذ. خد يا سيدي. خد. ايه ده؟ قرش تعريف. قرش تعريفه؟ دي الكوبايه تمن 10 ساغ. 10 ساغ ليه؟ شويه الماء البيضا دول ب 10 ساغ؟ اه. خد. ايه؟ ثلاثه تعريف اهم. حلو قوي كده، كويس. ما تخش وسطك. محدش يسمع اكتر من ثلاثة تعريف. امر لله. انهي قنبيل اللي بيروح باب ال باب ال باب ايه؟ باب باب ايه؟ ده كان لسه على طرطوفة لساني دلوقتي. باب ايه يا برطوشي؟ باب ايه؟ باب الوزير. هم الوزراء بقى لهم ابواب؟ امال باب ايه بس؟ باب ايه يا هو باب حاجة ما تتاكلش. تتشرب؟ ولا بتشرب. امال باب ايه؟ باب ما تقول لي انت اللي باب اللي عندكم وانا اقول لك. باب زويله، باب البحر، باب اللوق. ايوه ايوه، هي باب اللوق دي عليك نور. طب يا اخي قول كده من الصبح. وانا كنت عارف ولا قلتش؟ اتفضل روح اركب الاتوبيس اللي هناك ده. لا انا هستنى واحد فاضي بقى. بالطريقه دي مش هتركب ولا هتوصل. يلا يا اخينا الشعبك. يلا يلا. امر لله. يلا بينا. ايه رايح فين؟ رايح باب ال باب ايه يا برطوشي؟ باب ايه؟ حوش حوش.
هنداوي هنداوي انت هنداوي. ايه ايه قوم افتح الباب يا راجل بيخبط. ما يخبط واحنا مالنا؟ احنا مالنا؟ احنا مالنا ازاي ده بابنا يا راجل؟ يا ولي الام يا ولي مين حاجينا ساعة زي دي؟ الام قوم يا راجل افتح دي هدي. طيب طيب انكتمي باي. مين؟ خالي بالحضن يا خال. مين؟ حسنين. ايوه حسنين مش لحمه ولحمه. اتفضل يا حسنين اتفضل. مساء الخير يا مرات خالي. مساء الخير. ازيك؟ اهلا يا حسنين بركة انك طيب. اتفضل معايا يا حسنين. انا هقعد هنا. لا اتفضل معايا هناك. انا مستريح كده يا خال. تعالى راجل هناك تعالى. اهدي فر. فر ايه؟ دول عيالي. كل دول عيالك؟ ايوه. ربنا ياخدك يا خال عشان تستريح من مصاريفهم. ده انت غلبان. قوم يلا في الزهوق. قوم من هنا. انا هنام هنا. اوعى تسيب البطانيه كده وانت غيتني. خش جنب اخواتك جوه. اهلا يا حسنين ازيك كده؟ الحمد لله يا خال. ده انا اتبهدلت بهدله لغايه ما وصلت لحد هنا. ايه؟ اي أيوة والله. وازاي امك كده؟ امي مش انا امي ماتت يا خال؟ ايه؟ ايوه بقيت يتيم الاب والام يا خال. يا حول الله يا ربي. تعيش تعيش يا مرات خال. ما قلتش في حاجه وحشه. بقيت يتيم الاب والام. طب مش كنت بعتني؟ ما انا اتلهيت على عيني. بس الحمد لله العمده قام بالواجب وزياده كتر خيره. ما بقاش ليا حد ابدا في الدنيا. ما بقاش ليا غيرك انت وخالي يا مرات خالي. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ تعالى اقعد هنا. انا هنام هنا. جاني بنام هنا. ما تنام انت على الكنبه وانا انام هنا يا خال. يا جدع ما يصحش قوم تعالى معايا هناك. قوم. ده انت عليك تحكمات. فاطمه. ايه؟ بقول لك ايه؟ قومي حضري لي لقمه اتعشى بيها. لا ودي وقعت ايه دي؟ احنا ناقصين. ايه؟ ما يصحش. انا واقع من الجوع. واقع من الجوع يا مرات خال. من صباحية ربنا لحد دلوقتي على كوباية سونية. سونية؟ ايوه بتاع حبيبة كده. هاتلي جنب الأكل اللي هتجيبيه بحلي بصل. بقيت يتيم يا خال. معلش معلش استهدى بالله بكرة تنسي. أنسى ازاي وأنا جعان كده؟ دلوقتي تاكل وتشبع. أديني قاعد أما أشوف. شد حيلك يا ولد. ايه؟ ما بتاكلش فول ولا ايه؟ فول ايه يابا؟ شد على الله، ده احنا فينا الصحة تهد جبال، انت فاكر نفسك ليه؟ قوم جامد قيمتك، قوم! معلش يا راس ابعاد، معلش، الواد جديد لسه. مونة الناس يا بوي، ما الحرام ولا ايه؟ ايه طول بالك. نطوله على الاخر. لا طول بالك شغلة. طول بالك يا ريس، احنا نعجبك قوي ما يهمكش اي حاجه. قلت لك قوم قوم يا فجري. خد بايدك خد. قوم يا غشيم. أهياني جراه يا جدع. مزجت حسب الله هي ولا ايه؟ ما احناش عارفين ننام. مزجت حسب الله. المزجت حسب الله ايه؟ كك حش وسطك يا مرات خالي. اهو انت مش كفايه جاي تاكل معانا اكلينا وتشاركنا في منامنا؟ هتوقع لنا كمان. يا ولية يا عيني يا ولية. اسكت انت، انا مش ناقصاك. من فلاحتك قوي يا اخويا جايب لنا شحط يشاركنا في الاوضه. ايه يا راجل انت ما صدقت. حلو هو صحيح هو ما صدق. حلو قوي ما صدق دي. انا فهمت انت عايز ايه. قوم يا خالكك حش وسطك انت راخ. قوم يا راغب. هتشد حيلك امال يا حسن. ايه شد على الله يا خالي. بس القصعه دي تقيله قوي. ما عندكوش حاجه شيلها خفي من المسلح دي؟ عشر يا امال بلوزي بلوزي. حلوه يا خالي حلوه منك قوي. بلوزي. ايه يا جدع انت واقف عم ترغي وتضحك ليه؟ معلش يا ريسني. ايه اعمل لك همه وروح شوف شغلك يا جرونجي. حاضر
حضر يا ريسني. شيل يان، شيل يان. هات يا خال. ايوه شيل. هات. شيل يان. يان شيل. يا نهار ازرق. ايه اللي حببته دي؟ معلش يا خال، ما هي المونه طهري. طهري ايه؟ ايوه طهري، تقويه وتجمده. ما هديه في تيمين مسلح، تخليه زي البغل، بدل ما هعمز الحمار كده، ده حمار. هتقول ايه يا قلت؟ طيب مخصوم لك يومين. هو انا كنت حقيقة اشتغل عشان تخصموا لي؟ هشتغل على النوت تاني؟ اخرس يا علي اخرس. خرست يا خالي خرست. اخرس يا علي. وعبي يا جرانجي. اجري. حاضر. طب ده في تنيتك وانت زي البغل كده. طب حش وصل. بقول لك ايه احسن ايه؟ ايوه يا خال. انت مش تعشيت؟ لو كنتوا عايزين تسموا الاكل اللي انا اكلته ده عشيه يبقى انا اتعشيت. طب ما تنام بقى. مش جاي لي نوم يا خال. طب اقول لك على فكره. قول. ايه رايك لو تنزل تتمشى شويه؟ اتمشى اروح فين في ساعه زي دي؟ ايه؟ روح في اي حته يا اخي؟ اقعد لك على قهوه؟ الا قهوه ايه يا خال اللي راح اروح؟ اول مره الاقي خال عايز يتلف اخلاق ابن اخته. شويه شويه تقول لي شبوني. خلاص خلاص سيبه قاعد. قالت لك سيبه قاعد اهو. طب اقول لك ايه؟ نعم. ما تروح ده تشتري لنا شاي. شاي اللي هشتريه يا خال؟ ما انتوا عندكوا شاي اهو. ايوه صحيح احنا عندنا شاي ايوه، انما بيقولوا فيه صنف جديد حلو نزل قوي بيعمر المخ. طب ما تروح تشتريه انت وانا استنى هنا. يا عيال عايزوا هاد الشاي. طب اسمه ايه الشاي اللي انت عايزنا اشتريه ده؟ اسمه شاي ام حسن. شاي ام حسن؟ ايه. حلو قوي. حتى ام حسن اخترعوا لها شاي. وبعدين بقى؟ حاضر يا خال، حاضر ما تزعلش. هقوم اشتري شاي ام حسن. حاضر. فوتكم بعافي. بقول لك ايه؟ ايوه. اوعى إيوه ترجع من غير ام حسن. حاضر يا مرات خال، ده احنا ليلتنا انس. هنشرب الزردة اللي هي زردة ام حسن.